بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اليوم عبارة عن تجميع كرين هوك، ودي عبارة عن أجزائه. ده عبارة عن الهوك، نلاحظ ان هو عبارة عن مصنوع من الفورج ستيل، ودي عبارة عن البولي كاست اير، ودي عبارة عن البوش برونز، ودي ووشر اللي هي عبارة عن الوردة مايلد ستيل، وده السبندل ستيل اهو، ده عبارة عن البليت بودي نفسه، ودي عبارة عن سيركلر نات، وطبعا طبعا ده المجسم وهو مجمع، ده الهوك، وادي قلنا سيركل نات، وده عبارة عن سبندل، وده عبارة عن بولي، وده عبارة عن البليت بودي. ده طبعا انا جايبه على اساس يبقى مساعدة للطالب، عشان في اول امر عايز يعرف ازاي يجمع. فهنجمع ازاي؟ اول حاجة ان انا برسم هذه الرسومات كلها، وبعدين بخفي الابعاد كلها، وبعدين بناخد كوبي ونجمع هذه الاجزاء ونعمل المقاطع. لان لو نلاحظ ان المطلوب عبارة عن ايه؟ عبارة عن مطلوب إليفيشن و سيكشن سايد فيو. طالما قلنا سيكشن سايد فيو يبقى الجزء عبارة عن جسم متماسك. سيكشن سايد فيو يعني السيكشن بيمر بالايه؟ بالسنتر لاين بتاع الهوك والجسم كله، وبنبص من ناحية جهة اليمين هنلاقي السايد فيو. بعد كده هنعمل قطاعات في الايه؟ الاجزاء المراد قطعه، مثلا هنا البودي البولي نعمل قطاع فيها، والجسم برضو ده بنعمل قطاع. اما وهنا طبعا البوش موجود، القطاع جاهز، بينما الهوك ما بيتقطعش عشان ده عباره عن جسم مصمم، بينما النط دي اللي هي السيركل نط برضو ممكن نعمل فيها قطاع. او دلوقتي حذفنا الابعاد، وبعدين بناخد كل جزء على حدة، وبنسكت ده مثلا عبارة عن اليفيشن، ومطلوب هنا السايد فيو هنسكته، بينما ده بنعمل قطاع وممكن نسكت برضو السايد فيو، وهنا بنعمل قطاع ولكن ده بدون قطاع، هنا برضو بنعمل قطاع. واما بالنسبة للوردة القطاع موجود جاهز، وبالنسبة للبوش موجود جاهز. بننقل هذه الاجزاء، وبرضو في جهة اخرى، وثم نتعامل معها بحيث نحصل على القطاعات المصر. هذه بالنسبة للبولي عملنا قطاع هنا، يعني ده طبعا قطعناه، يتحول اللي هو الخطوط المتقطعة الى خط مستمر، وبعدين بنهشر هذه الاجزاء، كل دي طبعا بيتلاشى ونحصل على القطاع. يبقى ده عبارة عن قطاع في البولي، بينما اللي هو الجزء ده عبارة عن السايد فيو، عبارة عن دوائر، ولكن الجزء اللي هو المجرى اللي بيبقى فيها الحبل هنا بيبقى عبارة عن دوت لاين، هنا برضو عبارة عن البوش، والمسقط الجانبي بتاعها عبارة عن دواير. بالنسبة للبودي بليت عملنا قطاع هنا عشان نحصل على هذا القطاع اللي هو يعتبر كأنه قطاع سايد فيو. ده عبارة عن الاليفيشن، وده عبارة عن السايد فيو، وعملنا قطاع هنا. يبقى كل حاجة بتتقطع ما عدا طبعا الفراغات زي الاسطوانة دي
وزي الاسطوانة دي، ان الاسطوانة طبعا لا المفرغة ما فيش تهشير، طالما فيه فراغ يبقى لا تهشر. بالنسبة للهوك، ادي الاسقاط بتاعه اللي هو عبارة عن ايه، السايد فيو، يبقى ده عبارة عن الاليفيشن وده عبارة عن سيكشن سايد فيو. في اهو سايد فيو عبارة عن ده، عملنا قطاع هنا اسمه بارشال، بينما الهلب اصلا ما بيتقطعش، لان القطاع طالما ما بيعبرش عن اي حاجة، ما بيعبرش عن الملامح الداخلية، يبقى اذا ما يتمش قطع هذه الاجزاء لانها مصمطة. بينما هنا عملنا قطاع، لان بينا هنا في عبارة عن اسطوانة مفرغة او طوق، يبقى هنا عملنا حاجة اسمها قطاع اسمه البارشيال سيكشن. دي عبارة عن الاجزاء كلها، ونبتدي نجمع هذه الاجزاء مع بعض يعني حسب القطر. يعني مثلا القطر ده قد القطر ده بالظبط، يبقى لابد ان ده يدخل. يبقى نيجي ناخده كده ونجمعه من النقطة دي الى النقطة دي، وبعدين نيجي نمسح هذه الاجزاء، لان الاجزاء دي طبعا مش هتبان، يبقى نمسحها. في اجزاء بنمسحها اهي، لان احنا قلنا ده عبارة عن اليفيشن. وبعدين بعد كده بنيجي برضو ناخد هذا الجزء، ادي عبارة عن الجزء ده، بنجمعه من المركز للمركز. طبعا ده هيبان، يبقى طبعا في خلوص بسيط قوي عشان ده بيدور بيلف، يبقى لازم يبقى فيه خلوص. بعد كده بنيجي ننزل الوردة دي من المركز الى المركز بتاعنا هنا، طبعا هنا في ترحيلة، يبقى لازم ايه نعمل اندو. ونيجي ناخده من اول جديد، ان انا باخد ده كده المركز الى المركز، وطبعا بيبقى فيه خلوص بسيط جدا هنا عشان هذا الجزء بيلف. يبقى كده مظبوط ان القطر ده القطر بتاع الهوك هو القطر بتاع البليت. بعد كده بنيجي ناخد الوردة دي ننقلها من المركز كده الى المركز هنا، طبعا الوردة بيبقى فيها خلوص، وهذه الاجزاء بنرجيها بتاع الوردة. يبقى هنا بعد كده بنجيب الصامولة دي ناخدها من المركز برضو هنا، وتركب بالظبط دخلت ايه، ونلغي ده. طبعا هنا ده بيتلغى، طبعا الصامولة الاوز خش الاوز هنا، ده الاوز والصامولة فيها الاوز، يبقى يدخلوا مع بعض. وبعد كده بنجيب البن ده هيدخل مثلا من المركز برضو اهو، يبقى احنا دخلنا البن هنا، يبقى التلات اجزاء اللي هما ده واحد واتنين وتلاتة تركبوا مع هنا اللي هو الجزء الالاوز. بعد كده نجيب اللي هي الجلبة دي بنركبها مع البولي، طبعا الجلبة مع البولي بتدخل شحط من المركز الى المركز، لازم يدخلوا ايه شحط. بعد كده بجيب البولي مع الجلبة
وانقلها برضو من المركز اهو، المركز هنا، وهنا طبعا بيبقى فيه خلوص عشان البولي ممكن عشان تدور. بعد كده بنشيل الاجزاء دي عشان هنا في المسمار او بنقول عليه السبندل الكبير ده بيروح داخل في الجزء اللي احنا بنقول عليه اللي هو ده. وبعدين طبعا المسمار ده او السبندل ده دخل، يبقى كل اي حاجة تتمسح تحتيه، مفيش اي حاجة تعوقه. بعد كده بنجيب الجزء ده بنركبه اهو من المركز الى المركز، ونلاحظ ان في حاجات لازم نمسحها. يعني مثلا لو انا اسقطت اللي هي اللي هو ده او ده، هنلاقي ده لازم نشوفه والقرصه، يبقى ده لازم ايه ده ردي يتشال، بس مش كلها. يبقى نيجي نعمل تريم، ناخد ده كده واشيل ايه دي. طيب انا ببص كده المسمار ده اللي هو الدماغ دي هتبان، يبقى مش كده اهو المسمار بالصدفه. يعني المسمار يعني لو انا جيت هنا طبعا ده مش في المستوى ده، يبقى لازم ايه نخليها في نفس المستوى. يبقى ناخد ده كده كله على بعضه وننقله من النقطة دي، النقطة دي عشان يبقى مظبوط كده. اصبح لو انا عملت كده اهو اصبح ايه الاسقاط مظبوط 100 100، والمركز ده هو نفس المركز. يبقى في الحالة دي الدائرة دي هتتشال والدائرة دي ايه هتتشال. طبعا النقط كمان تتشال، لان في الاسقاط وهنا نعمل القطع ده ترم، اشيل الجزء ده واشيل الجزء ده. يبقى كده حصلنا على الاليفيشن و سيكشن سادي. طبعا نشيل ده ونشيل ده، ديليت. ده يعتبر الشكل النهائي، ده يعتبر الشكل النهائي للتجميع. طبعا هنا في بن، كان يعني البن ده حطيناه من عندنا، والبن ده عشان يمنع حركة السبندل في هذا الاتجاه. البن بيخش شحط مع السبندل، وكمان يتم فيه قطاع، ولذلك حشرنا البن. لان يعني طالما القطاع عمودي على السنتر لاين يبقى البن ايه معشره، بينما السبندل ممنوع الواحد يهشر السبندل لان السبندل مصمت. هذه الشكل النهائي اهو اهو. نلاحظ هنا برضو البارشيال، ده يعتبر بارشيال، وهنا في خلوص، بينما هنا بنقول ده بيبقى برضو خلوص، بس خلوص بسيط جدا. وده الجزء ده ممكن نشحمه او نزيته عشان يبقى فيه نوع من السهولة في الحركة. ده ورقة.